هذه الصور ليست لعمليات تحرير أو اشتباكات مباشرة، إنها لحظة استهداف الشاحنة التي انطلقت منها صواريخ الكاتيوشا التي استهدفت قاعدة عين الأسد العراقية في محافظة الأنبار. تواجد الجيش بعد الحادثة، لكن الرد من الجانب الأمريكي كان حاضراً بصواريخ منظومة الدفاع الجوي أو ما يعرف بالسيرام. كاميرا يو تي في توجهت برفقة وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة إلى قاعدة عين الأسد، ومن ثم إلى موقع الحادث لمعرفة التفاصيل بالكامل. أقف الآن أمام الشاحنة التي كانت محملة بالمواد الغذائية والطحين، ومن بعدها توقفت عند هذا المسجد وانطلقت منها 14 صاروخا استهدف قاعدة عين الأسد. نتواجد الآن برفقة العمليات المشتركة وكذلك قيادة عمليات الجزيرة. أهالي ناحية البغدادي لديهم روايتهم الخاصة عن حادثة القصف. شهود عيان أبلغ يو تي في أن الشاحنة كان يستقلها رجل بصحبة طفل أوقفها بحجة عطل فني أصاب المحرك ليختفي عن المنطقة بعد يوم من دخوله، فيما أسفرت عملية تفجير الشاحنة عن وقوع إصابات بين أهالي البغدادي وتدمير مبان بالكامل. قاعدة عين الأسد قاعدة عراقية بحتة، قائدها عراقي، كل القوات الأمنية العراقية موجودة، هي قوات أمنية عراقية، جزء بسيط للتحالف الدولي، وهذا الجزء يقدم المساعدة إلى القوات الأمنية العراقية. أيضا هذه القاعدة هي مهمتها استراتيجية لملاحقة تنظيم داعش الإرهابي اللي ينشط في هذه المنطقة، خصوصا المناطق الصحراوية. لذلك بالتأكيد هذا العمل هو عمل مدان وعمل مرفوض. لا خسائر بشرية في قاعدة عين الأسد ولا أضرار مادية للقوات الأجنبية المتواجدة هناك. الناطق باسم العمليات المشتركة أبلغ يو تي في أن الاستهداف الأخير يصنف ضمن الأعمال الإرهابية، فيما تتزايد ردود الأفعال الغاضبة هنا في المنطقة من استعادة أجواء التدهور الأمني بسلاح منفلت هذه المرة. أحمد مؤيد، يو تي في.